أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم موضوعنا مختلف، بنتكلم عن الهاكينج، عبارة باتت تغلق كثير من مستخدمي الانترنت. فليس من السهل أنك تفتح صفحتك وتتفاجأ بصفحة ما تمثلك بصلة، وأن تكتشف فجأة أن بريدك الإلكتروني خلاص سرقوه. لكن كلنا يمكن نتعرض للقرصنة، ولكن قليل منا يعرف ما هي القرصنة. نعم، ما اعرف اتصرف صراحه. اهم شيء ان شاء الله ان بريدك ما ينسرق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا الامر معنا في الاستديو السيد محمد الجفيري، استشاري تكنولوجيا المعلومات. نرحب فيك صراحه معنا في ترحيب، وانت طبعا نذكر مشاهدينا انك من المستشارين ايضا قناه الريان، اللي باستمرار يعني تعطينا المعلومات اكثر. بالعكس والله، في البدايه ودنا تشرح بس للمشاهدين اللي قاعدين يتابعونا، وانا متاكد انهم متحمسين مثل ما انا متحمس نعرف ايش معنى الهاكر او الهاكينج او القراصنه. نعم. ايش هم بالضبط؟ طيب، اول شيء يعني كلمه قراصنه هذه، لان يعني نقول ترجمه الهاكر قراصنه، يعني القرصان الواحد يتخيله رابط عين واحدة على عينه وماشي صحيح. يلا سلموا اغراضكم. الهاكينج زين. نعم. في شغله للاسف الناس مو منتبه لها، يعني كلمه هاك شنو يعني هاك؟ هاك أصلاً يعني معناتها شغلة إضافية. هي ترجمتها أصلاً هم يعني يطلقون هالشغلة أو هاللقب، يعني جهز الهاك مالك يلا ضيفه على البرنامج، يعني أنت كمبرمج صحيح يستخدمونها في المنتديات وفي نعم. يعني كإضافة للبرنامج، إضافة مثلاً المنتديات يستخدمون كلمة هاك يعني. نعم. فالناس يشوفون هالمطورين اللي يطورون الأشياء يسمونهم هاكرز. نعم. لكن فجأة قاموا يستخدمونها بالاستخدام السلبي. نعم. فصارت كلمة هاكرز تنطلق على الشخص السلبي للتكنولوجيا، اللي يستخدمها استخدام سلبي بالضبط، يعني مثل ما تفضلت. فهاي الهاكرز يعني صار المصطلح ذي معمم على الكل، لكن الأصح هم الكراكرز. قاموا لا، احنا قاموا صنفوا في نوعين، في ناس يطورون هاي شيء جيد. بس الكراكرز اللي هم اللي يكسرون الارقام السريه ولا اللي احنا نعرف ان الكراك ايش فرق اللي تحطه يكسر لك شيء في البرنامج وتقدر تستخدمه. صحيح. احنا بس نحاول المصطلحات هاكر وكراكر نوضحها للمشاهدين عشان توضح للناس. نعم. نعم. كلمه هاكر اصلا معناتها انه شخص جيد. نعم. الاصل شيء. وكلمه كراكر هو الشخص الغير جيد، لانه يخرب، يعني كراك يعني اذا عندك شيء تعمل لك كراك يعني تخربه يعني. فهم قاموا يستخدمون، للاسف الناس قامت تحب الكراكرز، لان انا الحين مثلا عندي برنامج خلينا نقول فوتوشوب مثلا غالي ما اقدر اشتريه، فاروح انزل عليه كراك، فمن اللي مسوي الكراك؟ هالكراكر. ف استخدمه مجاني. تستخدمه مجاني، معناها هذا حرام. حتى في ديننا شرعا يكون حرام طبعا. فهاي الشغلة الأساسية يعني من هالمنطلق قاموا يستخدمون الكراك. فهني من هني طلع المصطلح، إنه شو الفرق بين الهاكر والكراكر. لكن شنو الهاكر أصلا؟ شنو معنات هاكر؟ الهاكر هو اللي طور السيستم، هو شخص ذكي يحاول دائما يبتكر يطلع لك فكرة جديدة. يعني أعطيك مثال، سويت سيستم يبيع على الإنترنت، خلينا نقول مثلا عندي 6 تليفونات آيفون. نعم. تليفون واحد ب100 ريال، الست تليفونات قيمتهم 600 ريال. سويت سيستم، برمجته، قلت انا بخلي في هالسيستم اي حد في العالم يقدر يشتري من موقعي، حطيته اونلاين على الانترنت. فيا واحد طلب 7 ايفونات، كم تطلع التكلفه؟ 700 ريال. فيطلع لي تحت ان الرصيد 700 ريال. نفترض ان مثلا بضيف 7 ايفونات وفي شغله ثانيه ب50 ريال، اللي هي مثلا سماعه واحده، فيصير الجمالي كم؟ 750. نعم. فلو انا رحت بدلت مثلا، بدل ما اضيف 6 ايفون او 7 ايفونات، حطيت سالب 7 ايفونات وواحد يعني ايتم واحد بقيمه 50 ريال، هي السماعه، بيطلع لي الاجمالي 650 ريال ماينس. اوكي. فالسيستم اللي يحسب ما راح يطلع لي الحسبه بالضبط يعني صحيحه. بالتالي السيستم، لان هم متعودين ان شنو الفاتوره عباره عن ايش؟ 7 ايفونات وسماعه، ويطرشونها لي على البريد. احنا محمد، احنا دخلنا في ديتيلز، دخلنا في ديتيلز، طلعنا من، انا ودني نرجع يعني الهاكر. الهاكر انا الحين بقول لك بس عشان اكمل لك، شو يسوي الهاكر؟ أوكي. يروح يكتشف لك الشغله هذه اللي هي فيها الخطا البسيط يعني، ويستخدم استخدام سيء. زين، شو اللي يدفعه انه يستخدم مثلا استخدامات سيئه، او انه يخترق كمبيوترات مثلا ناس معينين، او جوالات ناس معينين؟ طيب. ويتم استخدام سيء، بعضهم يصل الى الابتزاز. صح. الابتزاز هذا بعد موضوع مهم. لكن انا بشرح لك قبل الابتزاز، شو اللي يخليه هو يسوي هالشيء؟
في انواع وايد، في منهم فضول، في منهم اصلا هو يبي يثبت ان انا اللي عمل هالسيستم انا افضل منه، فراح اخترق السيستم هاي واشوف شنو الثغرات اللي موجوده فيه. في يعني بعضهم اصلا يبون يبتزون شخص معين، او يبون ياخذون معلومات معينه، او يبون يوصلون لشغله معينه. فمثل هالامور كلها مختلفه، اسباب كثيره، لكن اساسها هو الفضول. طيب شلون الواحد ممكن يحمي نفسه الحين من الهاكرز؟ يعني يعني الحين توجه لي رساله مثلا، او حق الجمهور توجه لهم رساله تقول لهم لا عليكم ان انتم تسوون كذا عشان ما يجيكم اختراق من الهاكر، شنو اللي تقدر تقوله في هالموضوع؟ اول شيء يعني في هالموضوع موضوع شوي يعني موسع، يعني في اكثر من نقطه. نعم. عشان الوقت بس انا بحاول اعطيكم بعض النقاط كنصايح. يعني مثلا تختار كلمه السر تكون صعبه، مثلا خلينا نفترض ان هالكيبورد مرتب، هو في كيو اول حرف على اليسار فوق، بعدين دبليو اي ار، فما تختار او كيو اي زد، ما تختار رسمه معينه معروفه، لان في برامج اصلا تتم تجرب الباسورد وتطلع لك، او مثلا الكيبورد على اليمين 1 2 3، فتاخذ لك ارقام على الشكل يعني، او على رسمه، او كلمه مثلا بالعربي. مثلا اعرف وايد ناس يستخدمون مثلا باسورد سبحان الله، يعني الاحرف نفسها، صحيح، او الحمد لله، او يحط اسم شخص يعرفه. هالأشياء سهلة الواحد يكتشفها، رقم موبايل. نعم. يعني حاول انك انت تستخدم شيء منهم. عزلني من اللي راح. لا، حاول انك انت دائما تستخدم باسورد صعب. صحيح. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تعطي حد باسوردك قريب أو بعيد. يعني خالد لو انسرق ايميلي ولا اليوزر نيم حقي في تويتر ترجع لي اياه؟ والله شوف انا ما بقى انا بقول خالد الارشادات اللي ترجعها. الارشادات انك ترجعها دائما. كيف ارجعها؟ دائما في كل سيستم اذا انت حاط معلوماتك وانت مسجل صح، يعني مثلا اسمك، في دائما ضمن الاشياء شيء اسمه السؤال السري لك. اي صحيح. هاي السؤال السري انت دائما حاول انك ما تنساه، يعني خزنه في مكان ما حد يقدر يعرف له. مثلا سوي لك ايميل ما تستخدمه، او بس مجرد انك تحط فيه المعلومات المهمه اللي عندك، بحيث انه لو انضاع منك ايميل او لو انسرق منك شيء ترجع له تشوف، يكون ايميل رئيسي، او مثلا تسوي ريست للرقم السري. نعم. مثلا يرجع له. واربط دائما برقم موبايلك، اربط بالفيزا كارد قد ما تقدر، انك تدخل الاشياء اللي انت تقدر تستخدمها عشان لو ترجع الايميل فيها. نعم. ما هذه بالنسبه صورة. للكمبيوترات. نعم. احنا الان التليفونات، يعني احنا الان بنروح ايضا للتليفونات. اكثر الناس الان صار تعرف مع تطور التكنولوجيا صار اكثر الناس يستخدم سواء التليفون او الايباد، وسمعنا بان الابل ما تقدر تسوي عليه هاكينج. صح. بعكس الويندوز. ليش؟ شو السبب؟ اوكي، يعني شوف ما في شيء في الدنيا سكيورتي يعني هو ولا لا، انا بقول لك شنو بالضبط. ما في شيء في الدنيا ما تقدر تخترقه، لان اللي سواه على لوجيك، يعني 1 2 3. صحيح. فاذا انت قاعد تستمر في هالخطوات راح توصل للفاينل ريزلت، ان انت تحصل برنامج الايفون مثلا، او البرنامج الابل مثلا، الماك اوبريتنج سيستم، في اجهزه الابل اللي هو الاو اس، لان الاوبريتنج سيستم حقه يختلف. الاو اس عن الويندوز، هو الاو اس يعني اوبريتنج سيستم، او نظام تشغيل. نعم. نظام التشغيل هاي اللي في الويندوز يقول لك انا في نفس الوقت اشغل مثلا 5 6 برامج في نفس الوقت، يعني في شيء اسمه ذاكره او ميموري. الذاكره هذه انا املاها مثلا برنامج فوتوشوب، هني ماسنجر، هني مثلا برنامج موقع انترنت، مواقع. لكن اجهزه الماك تقول لك انا بشغل لك شيء واحد في الوقت الواحد. فبعض برامج الويندوز يعني يسمونها، هاي يسمونها مالتي تاسكينج او مالتي بروسيسنج، اللي تقوم باكثر من وظيفه، أكثر من وظيفة في نفس الوقت. صحيح. ففي هاي البرامج، هاي النوع من انظمه التشغيل، شو اللي قاعد يصير فيها؟ انت قاعد، في ناس يستخدمون هالسيستم يدخلون لك شيء اسمه مثلا كي سترايكر، اي شيء تكتبه، او كي لوجر يسجل لك اياه. فانت افرض انك فاتح صفحه الهوت ميل، تبي تدخل على ايميلك. نعم. تكتب اليوزر نيم وتكتب الباسورد، هاي البرنامج هو يشتغل ورا، فياخذ منك شنو، كان يسوي كوبي او نسخه. كوبي بالضبط، ياخذ. صحيح. منك كوبي، فيعرف، يقول لك انه دخل في الساعه 7:06:23 وكتب على موقع الهوت ميل، وكتب الساعه كذا هاليوزر نيم، كتب الساعه كذا هالباسورد. صحيح. وداس انتر ودخل. زين محمد، يعني الحين اللي انا بعرفه، اوكي سالفه الكمبيوترات ناصر عرفناها. نعم. سالفه التلفونات شلون يتم اختراقها؟ اوكي ندري ان هناك فيروس، وفي عندك انتي فيروس وترايجون، ما ادري ايش هذه الاشياء، بس شلون يتم اختراق التلفون؟ يعني شوف، كل ما زاد مستوى التطور للناس. نعم. الا في ناس تفكر بنفس المستوى اعلى. بعطيك مثال، يعني الحين مثلا عندك التليفون اللي عندك،
شو تستخدم ايفون ولا سامسونج؟ الاثنين. لا ايفون والبلاك بيري. ايفون مثلا، اوكي البلاك بيري مثلا او ايفون. تنزل في برنامج نزل اول ما تحطه في جوالك يعطيك، يقول لك ان انت تقدر مثلا تشوف رقم اي حد في من اصدقائك، سموه نمبر بوك معروف. نعم نمبر بوك. فانت هالبرنامج شو يسوي؟ في نفس الوقت قاعد ياخذ منك انت لما تقرا البوليسي، يقول لك انه بياخذ منك انت المعلومات اللي عندك كلها وبيرفعها للسيرفر، بحيث انه غيرك راح يشوف لسته الارقام اللي عندك. بالضبط، مثلا مخزن رقمي، رقمي راح يطلع عندك للناس. نعم. فمثل هاي البرنامج شو اللي قاعد يصير فيه؟ قاعد الناس تطورت، صارت تاخذ منك معلومات بطريقه غير مباشره. صحيح. بعد اعطيك مثال ثاني، عندك برنامج او مو برنامج، عندك في الايفون مثلا عندك شيء اسمه اي كلاود. نعم. الاي كلاود انت اللي تقدر تطرش رساله مجانيه اتوقع او شيء. لا هاي لا اسمه اي مسج ضمن الاي كلاود، كل شيء تكتبه سواء صور او شيء تحمل في السيرفر نفسه. ايه. طبعا الاي كلاود، الاي كلاود انه كل شيء يتحمل في السيرفر مثل ما تفضلت. فمثلا انا عندي 5 تليفونات كلهم مربوطين مع بعض، اي رقم اضيفه هني ينضاف هني وينضاف هني. اي صحيح. اي مذكر اي شيء. الناس يستهدفونك ما بيخترقون موبايلك انت. يخترقون الاي كلاود. الاي كلاود فيه يوزر نيم باسورد. صحيح. فهمت علي؟ مجرد ما تخترق الاي كلاود، ومو بالاي كلاود، اخترق اكونتك انت في الاي كلاود. صحيح. لان انت عندك يوزر نيم باسورد. يخترق كل احصل بياناتك في كل كمبيوتر. فلذلك انا بعد اكد على شغله المستخدمين او الناس، يعني انت دائما تشوف كل الهاكرز معظمهم ايش قاعد يسوون؟ برامج اضافيه على الجوال ما تدري شنو وراها، ما تعرف شنو تقييمها. وشيء ثاني باسورد. كذلك محمد ودنا نطرق قبل ما نطلع من موضوع البلاك بيري، في البلاك بيري ماسنجر. نعم. كثير من الناس مثلا يقول له والله نزل الرابط هذا، الماسنجر مطور، الماسنجر مثلا في اضافات، الماسنجر مثلا كذا من موقع من مواقع شخصيه. نعم. هذه الماسنجرات بس حتى نوضحها للمشاهدين، لاني انا متاكد كثير من المشاهدين والمشاهدات ينزلون هذه. نعم. البرامج لا ما يدرون بان هذه البرامج ممكن عن طريقها يتم اختراق. نعم. يعني البلاك بيري حقهم. صحيح. ممكن. نعم. جميع حاجه يكتبونها، صورهم، اشياء، صورهم تطلع حتى أيضا. حتى كلامهم الشخصي بينهم وبين. فكيف يعني ايش الماسنجر المعتمد؟ هل هو الماسنجر حق الشركه؟ ودنا نوضح للمشاهدين هذا النقطة. اول شيء قبل هاي انا راح اوضح شغله، في شيء اسمه تروجن هورس. نعم. شنو يعني تروجن؟ سمعت عن قصة اقتحام مدينة طروادة؟ نعم. سووا حصان، حصان من خشب بنوه. فودوا لهم اياه، يعني قالوا انه هاي يعني لان الجيش ما قدر يقتحم القلعة. هي القصة هذه اللي فيها وكان الجيش داخل الحصان نفسه. الجيش داخل الحصان. نعم. هاي الحصان طروادة يسموه تروجن هورس. هو بالضبط نفس الفكرة، صار المصطلح ذي يتطبق على بعض برامج الهاكرز اللي سووها. صحيح. فيقول لك انا بطرش لك برنامج هو حلو، عباره عن ماسنجر وارده واتفر، يعني اي شيء سكرين سيفر، يغير لك النغمات، يغير لك الليتات، يغير. نعم. بمجرد انك هالبرامج اذا مو موثوقه انت من تفتحها، تذكرون من شوي تكلم عن مالتي بروسيسنج. نعم. يشتغل ورا، يسوي كوبي عليها، يسوي كوبي على. صح. اي شيء انت تسوي، او يعطي صلاحيات. نعم. لناس انه يدخلون على جهازك يسحبون صورك. نعم. وبدون ما انت كل اللي تشوفه انه اوه برنامج حلو حق مثلا تصوير، او برنامج يعني يغير لك الالوان، او يغير، انت ما تدري شنو اللي وراه. نعم. ردا على سؤالك، وين الناس تنزل؟ لا تاخذون اي رابط، لا تنزلون اي رابط الا من الشركه الرئيسيه، الا من برنامج اسمه مثلا في الايفون الاب ستور، او في البلاك بيري في عندهم الاب وورد اعتقد اسمه. ايه الاب ستور معروف هذا في الايفون. في الايفون اب ستور، في الاب في يعني مثلا في الايفون في برنامج ثاني اسمه سيديا. نعم. و كل الشكر لك محمد على نصيحتك، احنا والله يعني ودنا نستفيد اكثر ناصر، لكن اتوقع ان ناصر يبي يقول لك شيء الحين. نعم انا ما ازيد على كلام اخوي خالد الا ان احنا نشكرك واوجه رساله ايضا. نعم. لاخواننا واخواتنا اللي من خلال يشاهدونا من خلال شاشه قناه الريان، بان مثل ما ذكر سيد محمد. نعم. ما ننزل اي حاجه او ناخذ اي حاجه سواء من رابط معين او حاجه ركبها سواء على البلاك بيري او على الايفون، الا حاجه تكون مثلا من شركه البلاك بيري نفسه. نعم. نعم. رابط البلاك بيري نفسه حق الشركه نفسها او شيء، بحيث ان احنا نضمن خصوصيتنا في هذا المجال. شكرا لك محمد الجفيري استشاري تكنولوجيا المعلومات، وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في حلقات سابقه. كل الشكر لك محمد. الله يسلمك.